خليني دكتور أسأل حضرتك برضو بشكل عام بقى وضع مصر الدولي خلال 2019، ويمكن عايزين نعرف الناس أهمية وضع مصر الدولي. يعني دايما الناس تقول لك يعني إيه وضع مصر الدولي؟ طب أنا كمواطن مصري عادي، وحضرتك عارف لسان حال المواطن، يعني أنا هيهمني إيه في وضع مصر الدولي؟ فخلينا نركز على النقطة دي، ويعني إيه وضع مصر الدولي، ويعني إيه وضع مصر الدولي يتحسن بهذا الشكل الملحوظ خلال فترة حكم سيادة الرئيس؟ ذكرت أنه بعد أن استعادت مصر هيبتها الدولية أصبح هناك زيارات عديدة جدا يقوم بها الرئيس السيسي، ليس من قبيل الرفاهية ولكن من قبيل حاجة الشعب المصري إلى هذه الزيارات. تفتض علاقتنا بالقارة الإفريقية، تفتض زار قارات كاملة، زار مثلا في أوروبا إيطاليا وألمانيا وإنجلترا كل الدول وفرنسا، وعقد صفقات معهم، قام بتنويع السلاح. يعني أعتقد أنه لولا المصداقية التي أشعر بها الجميع أن مصر تستحقها وأنه بالفعل صادق بكل كلمة يقولها، لما كان هناك إقبال كثير، لأن عقد صفقات مع فرنسا الرافال والأمستيرال والفرقاطات التي جاءت بعد ذلك، أعتقد بشكل أو بآخر هذا شيء مهم. ثم عقد الصفقات مع ألمانيا من شأن الغواصات، هذه لم تكن يمكن أن تتحقق ما لم تستعد مصر هيبتها الدولية. ودور مصر الدولي كما وضح لنا الآن من خلال أشياء كثيرة جدا، الطالب بيدرس في ألمانيا يشعر بفخر واعتزاز أنه يعيش في هذا العصر، وأن هناك جملة من الإنجازات المهمة التي كان يمكن أن تحدث في 40 عاما لكنها حدثت في 4 سنوات. حقيقي. ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن التعاون المصري الفرنسي في أفريقيا وخصوصا في الشأن الليبي؟ أنا أعتقد أن هذا شيء مهم للغاية بعد أن تتبع مصر مقعدها كرئيس الاتحاد الأفريقي. هناك درجة من درجات الاهتمام بمصر بشكل كبير جدا من جانب فرنسا التي لها أيضا ولع بأفريقيا، يعني دول كثيرة فرانكوفونية لها علاقة بفرنسا، وأعتقد أن فرنسا في السنوات المقبلة ستدعم هذا التوجه مرة أخرى وتريد أن تدخل أفريقيا مرة ثانية في هذه الأيام من خلال صبغة سياسية مقدرة ومحترمة ولها مصداقية زي الرئيس السيسي عندما يتولى المقعد له. لكن في الواقع فيما يتعلق بملف ليبيا، أعتقد أن فرنسا مهتمة جدا بليبيا من أيام ساركوزي، من أيام ما كان في مشاكل، وأيام حتى كلام الذي صار بشكل أو بآخر عن مقتل معمر القذافي الأغنية، إذن هي مهتمة بهذا الموضوع. وهناك خلاف بين باريس وبين روما، روما بتعتبر نفسها هي صاحبة الحق الأكبر لأن هي اللي كانت محتلة قبل كده الاستعمار القديم بالنسبة لليبيا، وبالتالي ترى أن لها اليد الطولة، وعشان كده حدثت ملاسنات بين رئيس وزراء روما إيطاليا ورئيس وزراء فرنسا وحتى رئيس يعني ماكرون. كل هذه الأشياء تجعل فرنسا تندفع تجاه مصر، لأن مصر مهتمة أيضا بمسألة ليبيا، لأن ليبيا دولة عربية ونعتز بها كثيرا. مصر لها علاقات مهمة جدا مع رموز العمل السياسي الآن في ليبيا، مثل السراج رئيس الحكومة، مثل المشير حفتر رئيس الجيش الوطني الليبي، مثل عقيلة صالح اللي هو رئيس البرلمان الليبي. اعتقد ان وليبيا امن قومي مصري، طبعا امن قومي، دوله حدوديه حدوديه مع مصر، طبعا وال20 او ال21 مصري ذبحوا على الساحل الجنوب ليبيا، تؤكد بشكل او باخر ان مصر مهتمه بما يحدث في ليبيا واستقرارها. كذلك المظاهرات التي حدثت في يوم من الايام في واحه فرفره، تبين ان الاسلحه المستخدمه قادمه من ليبيا، اذا مصر مهتمه شاءت ام ابت بليبيا، ولذلك حتى مهتمه بالجزائر، لان الجزائر دوله حدوديه مع ليبيا، وكان هناك اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجيه سامح شكري ووزير خارجيه الجزائر ووزير خارجيه ليبيا في ذلك الوقت. اعتقد يعني هناك اهتمام كبير، مصر مهتمه بليبيا وفرنسا مهتمه بليبيا، واعتقد ان فرنسا مضطره بسبب الخلافات مع روما الى اخره ان تندفع تجاه مصر، باعتبار ان مصر متوازنه في السياسه الخارجيه ولا تريد احتلال، تريد ان يكون هناك تدخل سياسي، ان يجتمع جميع الفرقاء الليبيين لمناقشه مستقبل ليبيا. واعتقد هذه نقطه مهمه يقدرها تماما الرئيس ماكرون.